عندنا شباب زي الورد، وعندنا شباب يعني عندهم هم الابتكار وهم الاكتشاف، وبيحبوا يستخدموا كل ما هو جديد اللي يفيد الناس، ويقدر من خلال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا يقدم لك حاجات انت محتاجها وتساعدك كتير جدا. وده حاجة بجد بتفرح، لان الشباب دول دايما هتلاقي عندهم ابتكارات. طيب تعالوا كده احكي لكم عن المشروع ده. في مشروع جديد كده زي ما بيقولوا عليه ستارت اب، يعني لسه في البداية، ودي شركة ناشئة. وطبعا كلنا بنبقى فرحانين قوي لما الشركات دي انها تحقق نجاح على المستوى المحلي، وان عندنا شباب قادر ينزل السوق وينافس. لكن المشروع اللي انا هقول لكم عليه ده كان في اهم مجال من المجالات اللي في حياتنا، اللي احنا بنحتاجها، اللي بتاثر فينا، وكل بيت مصري تحديدا محتاجه، بالذات في التعليم، واعتقد كمان طلاب الثانويه العامه. الجميل انه بيحقق كمان المشروع ده نجاح على مستوى الشرق الاوسط بالكامل، وفي فترة وجيزة جدا قليلة قدر التطبيق ده يكون هو الأعلى تحميلا. التطبيق اسمه إيه؟ تطبيق طالب. وأعلى تحميلا فين؟ على أب ستور وعلى بلاي ستور، وده على مستوى الشرق الأوسط. يعني طبعا يعني بان إن الناس عدد كبير جدا جدا بتنزله، وخد أحسن أعلى تحميل زي ما أنتوا شايفين، بيبقى باين على طول أعلى تحميل. تطبيق طالب ده إزاي بيفيد وبيساعد، وليه خد كل الاهتمام ده، وليه هو يعني أعلى تحميل على الشرق الأوسط؟ خليني أخد مؤسس تطبيق طالب، الطالب أكيد، أو الأستاذ عمر البربري. مساء الخير يا عمر. مساء النور سوسكي، أهلا بحضرتك وأهلا بسادة المشاهدين. كتير قوي عن الانترودكشن الجميلة دي. طبعا أنت أكيد لما كنت طالب كان نفسك يبقى في تطبيق طالب. هي القصه جت من هنا بقى. اكيد القصه جت لما كنت طالب. يعني عرفنا عنك الاول يا عمر، استاذنك. طيب انا عمر البربري، انا مؤسس او بي ام وتطبيق طالب. انا شاب مصري عادي جدا، عندي 27 سنه، عندي فريق عمل محترم شغال معايا بقاله اكتر من واحده، لسه في المدرسه معظمهم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي من 11 سنه ولا حاجه. يمكن الفكره جت نشات لما احنا كنا داخلين الجامعه، ما كناش عارفين نقارن ما بين كليات ايه. يعني طبعا انا بقول لك هو انت كنت محتاجه وانت طالب. بالظبط كده. انت ما كنتش عارف ازاي تختار وتقارن ما بين كليتين، طب ما بين قسمين، طب هل الناس دي، هل الكليات دي ليها مستقبل ولا لا؟ طب بكام؟ طب فين؟ طب اتعلم ايه علشان ابقى مميز في الحته دي؟ طب اتفرج على كونتنت ايه يساعدني في الموضوع ده؟ طب ايه الاوبورتونيتيز المفروض اروح احضرها والسيشنز المعينه؟ ومن هنا عملنا بقى حاجه اوف لاين كده على ارض الواقع، هي اسمها مؤتمر ابن مستقبلك. واحده واحده الموضوع بدا يكبر اكتر، بدا يجي 1000 طالب، 2000 طالب، 5000 طالب. وصلنا بقى ان هو احنا قرار لا من 2021، لا طب ما احنا بدل ما بيستفيد مني 10000 طالب على مدار السنه، محتاج ان يبقى عندي لا 100000 ومليون وما الى ذلك. وقدرنا الحمد لله رب العالمين من توفيق ربنا لينا وكرمه علينا الواسع جدا جدا جدا، ودعم فريق العمل المتواصل المصري بالكامل. بالمناسبه احنا فريق عملنا مصري بالكامل، من اول فريق اللي طور الموبايل ابلكيشن، الفريق اللي صنع المحتوى، اللي عمل الافكار، جميعه مصري بالكامل. يمكن دي من اهم الحاجات طبعًا. العوامل طبعًا. النجاح احنا الحمد لله حققنا اكتر. النهارده احنا داخلين في 110000. يعني كده انتوا يا عمر يعني كده ممكن تنافسوا الهند. انت عارف الهند ومن اكتر الدول اللي التطبيقات والبرمجيات قويه فيها، فكده انتوا بتنافسوا يعني الدول المتقدمه في المجالات دي. بالظبط كده. فيمكن الحمد لله ان فريق العمل قدر ان هو بفضل الله ان هو يكمل المشوار ده، واحنا بقالنا سنتين بنحاول بشكل كبير جدا 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 ان احنا نطلع الابلكيشن، وجينا نطلعه من سنتين والموضوع بدا يكبر اكتر فاكتر، والحمد لله لقى قبول كبير جدا من الطلاب. ويعني احنا وصلنا ل 100000 طالب في 6 ايام. تصدرنا الحمد لله البلاي ستور والاب ستور، يمكن ده يعتبر اول موبايل ابلكيشن مصري يطلع للسوق ويتصدر بحجم ال 100000 داونلود في خلال فتره وجيزه زي اسبوع.
ويمكن ده يدل على الاحتياج لطلابنا المصريين، وكمان احنا لقينا قبول اكتر كمان من دول اخرى زي السعوديه وليبيا والسودان وكمان. طب جميل، يعني احنا زي ما احنا قلنا الخبر كده، يعني انت قدرت تتخطى وتصل كمان خارج حدود مصر الى الشرق الاوسط بشكل كبير. طيب عمر تعالى كده، انا عارفه وانا وانت كده بنتكلم هتلاقي في طلاب شاطره ماسكين التليفون او التاب بتاعهم وبيدخلوا على التطبيق نفسه بيحاولوا ينزلوا الاب. هل ده هيفيد كمان، احنا دلوقتي الثانويه العامه انتهت من ايام، النتيجه هيفيد الطلبه ازاي؟ اشرح لي كده هيفيدهم ازاي؟ طيب بدايه خالص، اول ما بيبدا الطالب يعمل الريجستريشن بتاعته، هو الطالب بيعمل له حاجه اسمها اسسمنت. اسسمنت ده هو اختبار. أيوة. احنا دايما بنشوف الناس مع الاسسمنت بس وانا طالب في الجامعه، اللي هو صحيح. اختبار اعرف الاهتمامات بتاعتك توديك على فين. بنعمل الاسسمنت ده، وبالمناسبه الاسسمنت ده مطورينه فريق عمل مصري موجود معانا، وان احنا نطلع من الاهتمامات بتاعه الطلبه، نقول لهم شخصيتك عامله ازاي، وما زي اختبارات كده الشخصيه اللي بنسمع عنها دايما بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحد ما بنبدا باسئله معينه نقيس مدى ان الطالب ده يبقى عنده جزء مثلا ميول ناحيه الفن، ميول ناحيه الحاجات الطبيه، ميول معينه ناحيه الحاجات الهندسيه، بنحاول نقيس بيها الطالب عامل ازاي. ده اختبار اسمه اختبار طالب اسسمنت، ده عباره عن 72 سؤال في 4 دقائق الطالب يقدر يجاوب عليهم، وبعد كده الطالب بيظهر له اختيارات معينه من الكاريرز وريكومنديشن الكليات. يعني بعد ما بيعمل الاختبار ده هو كمان زي ما بيكون هيلبر، يعني مساعد ليه، بيقول له انت والله ممكن تخش كليه صيدله، انت ممكن تخش كليه علوم، طب، ادب، يعني طبقا بقى للاجابات اللي هو عملها. بنحاول على قد ما نقدر حضرتك نضيق قوي الاختيارات للطالب، لان للاسف الشديد احنا مرينا كطلبه بده. النهارده انا كطالب بيبقى قدامي اختيارات كتيره جدا، ان انا جبت مجموع ايا كان المجموع ايه، فبرضو انا محصور في كليات معينه. طب الكليات دي هل هي دي قريبه من اللي انا بفهمه ولا لا؟ علشان اقدر النهارده، ما انا بحاول اعالج من الصغر من بدري مشكله ان الطالب يخرج من الجامعه ما لقيش شغل. صحيح، انت كده بتتعامل كمان مع سوق العمل، يعني بتخليه كمان عارف ايه ده، انا لازم اذاكر ده احسن لي، لا انا لازم اروح هنا. فدي نقطه مهمه قوي، وممكن الطالب ومن هو طالب يبدا يشتغل عليه من زمان زي ما انت قلت. طيب عمر، الاب ده نجح ومحقق طبعا التحميل او الداونلود بتاعه بشكل كبير، قول لي اكيد بتفكر في حاجه اكبر واكبر، بتفكر في ايه الجاي؟ احنا بنفكر على قد ما نقدر، يعني خليني بس اكمل على نقطه معينه في الكلام اللي حضرتك كنت بتقوليه. احنا حتى كمان بنضم عندنا محتوى تعليمي، ومش بس تعليمي، انا بقول للطالب ازاي مثلا ممكن تتعامل مع بابا وماما في البيت، كونتنت مصور وبودكاست، وكمان على الحاجات اللي هم بيحبوها، تيلرد زي كده ما بيعملوا محتوى صغير بيتفرج عليه على المواقع الثانيه ووسائل التواصل الاجتماعي الثانيه، وكمان نقدر ان انا بعمل له ان هو يشادو الوظيفه، ان هو يعمل فرص تدريب في شركات معينه فيشوف الوظيفه دي من مرحله مبكره. هدفنا ان احنا نوصل لايه؟ هدفنا ان احنا نوصل ان شاء الله باذن الله في الست شهور الجايين لمليون طالب، ان احنا نفيد مليون طالب. احنا عندنا كذا مرحله داخلين عليها بدايه من الشهر الجاي، احنا الابلكيشن هيبدا ان هو ينزل عليه زي ما بنقول عليه مميزات ثانيه جديده، يقدر الطالب ان هو يبيع ويشتري حاجات، ان هو يعرف ايه الايفنتات القريبه منه في المحافظه بتاعته. ده حاجه جميله والله، يعني ده الطالب مش هيستغنى ابدا عن التطبيق ده. يعني بنحاول طيب الحقيقه انت عارف يا عمر، انا عاجبني ايه؟ انا عاجبني الحماس، يعني صوتك كله حماس وطاقه، وانا متاكده انك هتعمل اكتر وافضل، واتمنى ان الناس كلها تشوف التطبيق ده، ومن شاب مصري مؤسس تطبيق طالب، لتحياتي لكل الفريق اللي بيشتغل معاك، كل الشباب المصريين اللي زي الورد دول اللي بيقدروا يعملوا حاجات حقيقي مختلفة وفيها تقدم. عمر البربري مؤسس تطبيق طالب، أشكرك شكرا جزيلا.